ايه الاخبار يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهارده بس عن اكسبيرمنت على حاجه اسمها الريفلكتنج بريزم. الشكل اللي انتوا شايفينه ده اسمه ريفلكتنج بريزم. طيب ايه اللي بيميزه؟ اللي بيميزه ان الانجلز بتاعته ب 90 و45 و45. طيب بيعمل ايه بالظبط وليه سميته ريفلكتنج؟ هو المفروض اللي بيعمل الريفلكشن تبقى حاجه زي الميرور، يعني حاجه يا اما شايني او لامعه، وبتبقى اوبيك، ما تكونش ترانسبيرنت. لكن لو حاجه ترانسبيرنت اللي بيخليها تعمل ريفليكشن لللايت. هنعمل الاكسبيرمنت الاول وبعد كده نشوف التفسير بتاع الفينومينا دي. اول حاجه اللايت لو انا هينزل كده عادي، يعني لو مش هعدي على البريزم هيطلع طبعا على ايه، على الناحيه التانية من العلبه. طيب لو انا جيت نزلته بقى على البريزم، اول ما نزله على البريزم زي ما انت شايف اللايت راي حصل له ايه؟ حصل له ريفليكشن بانجل 90، شايف حصل له ريفليكشن بانجل ايه؟ 90. عامل له ريفليكشن للناحيه الثانيه اهو، واضح جدا. تمام. طيب هنا ايه اللي حصل بقى؟ ان اللايت راي وهو نازل، نزل على السايد ده بانجل جريتر ذان الايه، الكريتيكال انجل. هنعرف يعني ايه كريتيكال انجل دلوقتي. طب افرض بقى يعني سقطت اللايت على الهايبوتنس، ما سقطتوش على اي سايد، لا سقطته على الهايبوتنس، ايه اللي هيحصل؟ تعالى ممكن نعمل اكسبيرمنت نسقط اللايت راي على الهايبوتنس بالشكل ده، يعني هنا من غير البريزم اللايت راي هيعدي عادي. طب اول ما سقطه على البريزم ما عداش على الناحيه التانيه وحصل له توتال انترنال ريفليكشن. حتى لو تاخد بالك ان اللايت عدى من الناحيه التانيه، ممكن نوضحها اكتر. نجيب مثلا العلبه بتاعت البريزم اهي اللي انا جايبها بيها، علبه البريزم، وهنزل اللايت كده، هتلاقي ان اللايت نزل حصل له ايه، حصل له ريفليكشن للناحيه التانيه. طبعا ما طلعش هنا من غير بريزم، يعني هنا اللايت من غير ما يعدي في البريزم. اول ما عدى في البريزم ونزل على الهايبوتنس حصل ايه؟ حصل توتال انترنال ريفليكشن زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده. تمام. تعالوا بقى نفسر الكلام ده حصل ازاي. تفسير الكلام اللي حصل ده نتيجه ايه؟ نتيجه ان انا عندي في حاجه اسمها كريتيكال انجل، برمز لها بالرمز فاي سي. ايه الكريتيكال انجل دي؟ دي عباره عن ايه؟ انجل اوف انسيدنس، زاويه سقوط عاديه جدا. ميديا مثلا زي دي، لو انت مثلا عندك ايه ده جلاس of higher refractive index and higher optical density، وده air of lower refractive index و lower optical density. لو اللايت راي هينزل طبعا ايه، احنا ممكن نرسم النورمال الاول، ده نورمال لاين، خط وهمي انا برسمه. لو اللايت راي مثلا شعاع الليزر ده نازل بانجل معينه، انجل مثلا فاي، ايه اللي هيحصل لللايت راي؟ هيحصل له ريفراكشن فار فروم ذا نورمال. طبعا انا لما انزل من الهاير للور اللايت راي هينزل ايه؟ هيحصل له ريفراكشن فار فروم ذا نورمال. طيب كل ما بزود، طبعا هو هيحصل له ريفراكشن بانجل سيتا، كل ما بزود الانجل اوف انسيدنس دي الانجل اوف ريفراكشن بتقعد ايه؟ بتقعد سوري دي الانجل اوف ريفراكشن، الانجل اوف ريفراكشن سيتا. كل ما بعلي الانجل اوف انسيدنس الانجل اوف ريفراكشن اللي بيحصل لها بتقعد تزيد 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 تزيد. تمام. يعني ممكن لو زودت الانجل اوف انسيدنس، لو زودت الفاي السيتا اللي هيحصل لها هتزيد لحد ما توصل لمرحله ان انا لو يعني تعال نرسم الرسمه تاني من الجلاس اهو، ده الجلاس وده الاير. تمام. نرسم النورمال لاين. لو نزلت مثلا، نتخيل كده لو في انجل نزلت بيها اللايت راي، لقيت ان اللايت راي ما حصلوش يعني ما حصلوش باسنج للايه، للانذر ميديوم، ما طلعش على الاير، لكن حصل له ايه بقى؟ تانجنت، يعني بدل ما يطلع كده، لا خرج ايه، ايمرجز او خرج تانجنت تو ذا سيبريتنج سيرفيس، اللايت راي خرج كده. طيب ليه الكلام ده حصل؟ علشان اللايت راي هنا نزل بانجل اسمها فاي سي او الكريتيكال انجل. دي الانجل اللي عندها الانجل اوف انسيدنس بينتج عنها الناحيه الثانيه انجل اوف ريفراكشن ب 90. يعني احنا ممكن نقول على الكريتيكال انجل هي عباره عن ايه؟ هي انجل اوف انسيدنس عاديه
اللايت راي لما بيسقط على الانجل او سوري بيسقط في الهاير اوبتيكال دنس ميديوم بيحصل له ايه؟ بيحصل له ايمرجنس تانجنت تو ذا سبريتنج سيرفيس، بيحصل له بيخرج ايه تانجنت تو ذا سبريتنج سيرفيس، ده السبريتنج سيرفيس او السطح الفاصل ما بين وسطين. او ممكن نقول هي الانجل اوف انسيدنس اللي عندها الانجل اوف ريفراكشن بتبقى ب 90. طيب الكلام ده ايه علاقته بالبريزم؟ هنا بقى لو اللايت راي نزل بانجل اكبر من كريتيكال انجل، يعني انا لو زودت، نرسم نفس الرسمه، لو نزل بانجل اكبر من الكريتيكال انجل ايه اللي هيحصل؟ يعني انا مثلا فور اكزامبل مثلا الانجل دي مثلا ب 40 او سوري 42 مثلا، اللي هي دي اللي تعتبر الكريتيكال انجل بتاعت الجلاس. لو مثلا نزلت بقى الانجل او زودت الانجل خليتها ب 45 ايه اللي هيحصل؟ اللايت راي مش هي مش هيعدي بقى ايه او مش هيحصل له ايمرجنس تانجنت تو ذا سبريتنج سيرفيس ولا هيخرج الناحيه الثانيه. امال اللي هيحصل له؟ هيحصل له توتال انترنال ريفليكشن، هينعكس اكن بالظبط اكن السطح ده، يعني المفروض ده جلاس وده اير، المفروض دول وسطين شفافين ترانسبيرنت، المفروض اللايت راي يعدي، لا هنا بقى السبريتنج سيرفيس او السطح الفاصل ما بينهم بقى اكنه مرايه، اللايت راي نزل كده بانجل 45 حصل له انعكاس الناحيه الثانيه بانجل ايه 45. فدي الظاهره بتاعت التوتال انترنال ريفليكشن، حصل انعكاس او حصل ريفليكشن لما اللايت راي نزل بانجل اكبر من الكريتيكال انجل. طب تعالى نشرح بقى الكلام ده على البريزم. طيب البريزم هنا زي ما انت شايف الانجلز بتاعته 45 و 45 و 90. لو اللايت راي زي ما نزل زي ما عملت، لو نزل من البيز ايه اللي يحصل بالظبط؟ لو نزل هنا بيربنديكولر ايه اللي يحصل له؟ طبعا ده اير وده جلاس، مفروض يحصل هنا ريفراكشن، لا لكن لو نزل بيربنديكولر ات ويل باس وزاوت ريفراكشن، يعدي من غير ما يحصل ايه اي ريفراكشن. طيب لما يعدي كده دي طبعا الانجل دي 90. طب انا عايز اشوف هنا ايه اللي حصل بالظبط، هنا برسم ايه؟ برسم نورمال لاين. طيب الانجل اللي سقط بيها دي بكام؟ دي ب 45 ودي ب 90، دي هتبقى كام؟ دي هتبقى 45، فاكيد دي هتبقى كام؟ ب 45 ديجري. وانا لسه قايل لك الكريتيكال انجل بتاعت الجلاس بكام؟ ب 42 ديجري. طب انا لما بنزل بانجل اكبر من الكريتيكال انجل ما بيحصلش بقى ايه؟ مش هيعدي عن مش هيخرج من الناحيه الثانيه ولا هيحصل له ايمرجنس، يعني هو لو كان نزل بانجل 42 كان ماشي، كان هيحصل له ايمرجنس تانجنت تو ذا سبريتنج سيرفيس، لكن هنا نازل بانجل 45 اكبر من ال 42 اكبر من كريتيكال انجل، فيحصل توتال انترنال ريفليكشن بالشكل ده، بحيث ان الانجل الثانيه لازم تبقى 45. يبقى الانجل دي بقت كام؟ 45، حصل ريفليكشن. تمام، طبعا دي 45 دي 45 دي 90، يعني نازل بيربنديكولر، وانا عارف ان اللايت راي لما بينزل بيربنديكولر ات ويل باس وزاوت ريفراكشن، فيخرج ايه بالشكل ده زي ما انتم شايفين. طيب نفس الكلام هنطبقه على لو هو نزل على الهايبوتنس. بالنسبه لو هنسقط بقى اللايت راي على الهايبوتنس هنشوف اللي هيحصل، يعني ممكن نرسم كده سريعا البريزم بالشكل ده، نرسمه كده بالشكل ده. تمام، دي طبعا ب 90 كده معايا بالجاف عشان ده واضحه، دي 45 ودي كمان ايه 45. تمام، اللايت راي قلنا الكريتيكال انجل هي 42، يعني لو نزل بانجل اكبر من الكريتيكال انجل هيحصل ايه؟ هيحصل توتال انترنال ريفليكشن. اللايت راي بقى لو نزل كده بالشكل ده، طبعا لو هو نزل بيربنديكولار ات ويل باس وزاوت ريفراكشن، هينزل من غير ما يحصل له ريفراكشن. طب نزل على السايد ده ايه اللي هيحصل؟ يعني هو نزل كده، نزل على السايد ده، نشوف هو الاول نزل بانجل كام. اول حاجه تعملها ترسم الايه النورمال، نرسم النورمال لاين. طيب دي كده ب 90، دي برضه هتبقى ايه ب 90. طب دي ب 90، دي 45، دي 45، دي كمان هتبقى ايه 45. نزل بانجل لارجر زان ال 42 اللي هي اكبر من الكريتيكال انجل، يبقى يحصل توتال انترنال ريفليكشن، بحيث ان الانجل اوف انسيدنس ايكوال انجل اوف ريفليكشن.
طب يحصل له ريفليكشن بانجل كام؟ 45 برضه. يعني هنا دي 45 دي تبقى ايه 45. طيب دي 45 دي 45 دي كمان 45. طيب انا بقى لو هرسم سوري دي 45 لو هرسم نورمال هنا، ما انت هنا نازل على السايد ده، نرسم نورمال برضو، نرسم الايه النورمال لاين بالشكل ده. دي 45 طبعا دي كلها 90 يبقى دي 45 نازل بانجل فين الانجل اوف انسيدنس اهي، انجل بتوين انسيدنت لايت ري والنورمال. دي كده 45 يبقى ايه نازل بانجل اكبر من كريتيكال انجل، يبقى يحصل ايه توتال انترنال ريفليكشن برضو تبقى الانجل اوف ريفليكشن ب 45. طيب تعالى نشوف دي، دي 45 ايه ده يعني هو ايه، ودي 45 يبقى دي ب 90. يعني هو نازل بانجل 90 يعني نازل بيربنديكولار تو ذا سيبريتنج سيرفيس، يبقى ات ويل باس وذاوت ريفراكشن، هيحصل ايه هيعدي من غير ما يحصل اي ريفراكشن. وعشان كده لما نزلنا اللايت راي على البريزم حصل ايه، حصل ان هو انعكس الناحيه التانية. حتى ممكن نحاول نجربها تاني، يعني لو زي ما انتم شايفين كده، مش عارف هتبقى باينه ولا لا في الفيديو، يعني هنا واضح ان اللايت ايوه انا منزله هنا خرج، هيخرج ايه من الناحيه التانية زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. تمام، حتى ممكن استقبله على اي جسم زي ده مثلا، اتمنى تكون باينه. واضحه قوي ان هي ايه، ان هو انعكس الناحيه التانية. تمام، ودي بانكو ايوه. طيب اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. اي حد عنده اكسبيرمنت، اي حد عنده تجربه، اي حد عنده اي اختراع هو عامله وعايز يطلع يقدمه في فيديو، ممكن يتواصل معايا، يكتب كومنت ويقول ايه فكرة الاختراع بتاعه او ايه فكرة الفكرة بتاعته، وانا ان شاء الله اتواصل معاه ويطلع يعمل الفيديو بتاعه على القناة. او لو هو ساكن بعيد ممكن يتواصل برضو معايا، او في بلد تانية ممكن ننسقها مع بعض ونشوف ممكن يطرح الفكرة بتاعته ازاي على القناة بتاعتي. ده طبعا حاجة تشرفني يعني، واتمنى لكم كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله.